السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنعمل تقييم لكورس AI for everyone للبروفيسور اندرو انك. فياريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ريت تعمل لايك وتشاركه مع اصحابك، ويلا بينا. طيب اول حاجه، يعني اللي ما يعرفش بروفيسور اندرو انك، هو طبعا بروفيسور في جامعه ستانفورد يعني، ومشهور جدا بكورساته عن الماشين ليرنينج والمحاضرات اللي هو بيقدمها والكلام ده كله. فلو انت مثلا جيت بحثت عن افضل كورس في الماشين ليرنينج هتلاقي الكورس بتاعه اول حاجه بتظهر لك على كورسيرا، على الرغم من ان الكورس ده معمول بقاله سنين، بس برضه الكورس ده يعني يعتبر دايما فيه كل الحاجات المهمه في المشين ليرنينج والمواضيع دي كلها، تمام؟ فهو يعني والبروفيسور حتى لما انت اندرو انجل لما بيجي يتكلم بتحس ان هو عنده شغف كده، ويعني حب الموضوع يعني بيحمسك اكتر واكتر انت تخش في الموضوع اكتر وتبحث عنه اكتر. فهو صراحه كان جميل جدا، تمام؟ فتعال نشوف الكورس بقى. الكورس يعني بيتكون من 4 اسابيع. الموضوع الاولاني بيتكلمك بقى عن الاي اي، ايه هو الاي اي، وايه هو المشين ليرنينج والداتا ساينس والديب ليرنينج، وايه الفرق ما بين المواضيع دي كلها، ويعني ازاي مثلا الشركه ممكن انها تستخدم الاي اي عندها، بحيث مثلا ان الشركه لو انت مثلا طبقت الاي اي عندك ازاي تبقى ممكن احنا نقول عليك ان انت اي اي كومباني شبه جوجل وامازون وفيسبوك والكلام ده كله، تمام؟ بعد كده في الاسبوع الثاني بيبدا يعرفك عن الورك فلو في المشاريع، بحيث مثلا ايه الورك فلو او النظام المتبع انت لما تيجي تبدا مشروع في الماشين ليرنينج او مشروع في الداتا ساينس والمشاريع دي كلها. وبيديك بقى امثله كتيره، ويعني ايه بيتكلم بقى ازاي انت ممكن تعرف ان المشروع او الفكره انت عاوز تعمل لها مشروع ديت هتنفع فعلا ان الاي اي يعرف ينفذها، واللي هي خارج حدود الاي اي في الوقت الحالي. فده برضك بيعرفك ازاي تعرف تختار المشاريع بتاعتك والكلام ده كله، تمام؟ في الاسبوع الثالث بقى بيبدا يتكلم بقى عن التقنيات اللي مستخدمه زي السوبرفايز ليرنينج والانسوبرفايز ليرنينج. في الاسبوع الاولاني يمكن هو معظم الكلام عن السوبرفايز ليرنينج اللي هو مابينج اي تو بي، يعني معاك الاوتبوت ومعاك الانبوت ومعاك الاوتبوت وبتحاول تطلع المخرج او البريدكشن بتاعك. انما بقى في الاسبوع الثالث بيعرفك ان في حاجه اسمها انسوبرفايز ليرنينج، التقنيات ديت مستخدمه في حاجات كتير جدا شبه السمارت اسيستنت اللي هو جوجل اسيستنت والسيري واليكسا والكلام ده كله، بيستخدموا الحاجات ديت. وبرضك كده بيعرفك عن السبيتش ريكوجنيشن والايمج ريكوجنيشن بطريقه نون تكنيكال، يعني من غير معادلات من غير رياضيات من غير اي حاجه، بيحاول يبسط لك الموضوع يفهمك ايه الموضوع وايه الدنيا اللي ماشيه يعني، تمام؟ في اخر حاجه خالص الاسبوع الاخير بيكلمك بقى عن اخلاقيات الاي اي الاسكس بتاعته، ان احنا نستخدمه بطريقه يعني مش كويسه، بحيث ان هو ممكن مثلا نحد بقى الديمقراطيه، او ممكن مثلا ان هو ما يبقاش فيه فريدم او حريه في التصرف والكلام ده كده، بحيث ان احنا دايما مراقبين باستخدام الاي اي، بس هم دلوقتي بيحاولوا ان هم يحدوا من الموضوع ده على قد ما يقدروا. وكمان برضك بيعرفك ان في حاجات في اتاكس بتحصل ضد الاي اي، يعني مثلا في الفيديوهات اللي هو شرحها برضك ان مثلا الاي اي ممكن تودي له صوره موزه، مثلا موزه يقول لك ان هي ديت موزه، بس مثلا لو حطيت ستيكرز او صوره معينه جنب الموزه يقول لك لا حاجه ثانيه خالص. يعني مثلا حاجه ثانيه ممكن البيكسلز ممكن تلعب في البيكسلز بتاعت الصوره، بحيث ان انت مثلا كانسان لما تيجي تبص على الصوره ما تحس ان في اي اختلاف عن الصوره الاصليه، بس لو الاي اي جه شاف وددت له الصوره الجديده بعد ما لعبت في البيكسلز لا هيديك حاجه مختلفه خالص. يعني ممكن تدي له صوره طائر يقول لك ان دي طائر، بعد ما تلعب في البيكسل يقول لك دي صوره مثلا شاكوش او اي حاجه، تمام؟ فدي يعني رهيبه برضه. فدي كلها يعني التاكس وحاجات يعني مثلا شبه السبامز برضك، السبام يعني جيميل مثلا بيعرف ان الايميل ده سبام ولا مش سبام، فهو ممكن برضك الناس اللي هم عايزين يوصلوا لك الايميل ده او السبامز ديت ممكن يلعبوا في الاي اي او في اي حاجه، بحيث ان هم يخدعوا الاي اي ويعرفوا يوصلوا لك السبام ديت. فدي كلها التاكس، وهم دلوقتي بيحاولوا ان هم ايه يحاولوا ان هم يدافعوا ضد التاكس ديت، وبيحاولوا ان هم يحاولوا يمنعوها على قد ما يقدروا، تمام؟ برضك بيعرفك ان في حاجه ان الاي اي ممكن ان انا استخدمه في الديفلوبمنت كونتريز اللي هو الدول ذات الاقتصاد النامي، يعني ان ممكن انا استخدم الاي اي بحيث ان انا اعلي الاقتصاد او اعمل قفزه في الاقتصاد. يعني هو الاقتصاد دايما بيبدا مثلا اي مشاريع بسيطه وتتطور 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 لحد ما توصل لدوله متقدمه. فهو بيقول لك ان الاي اي ممكن ان انت تستخدمه في المشاريع البسيطه ديت بدون يعني ايه بدون حاجه لاي عامله ولا اي حاجه ولا خبره ولا تدريب ولا اي حاجه، انت بتاخد الاي اي وهو بيعمل لك المشاريع ديت وانت تعمل قفزه في الاقتصاد بتاعك، وبالذات لو انت استخدمته في المجال المشهور في البلد. يعني لو البلد مشهوره مثلا بصناعه معينه وانت استخدمت الاي اي فيها، ممكن ان هو ايه يعني ايه تعمل قفزه في الاقتصاد مره واحده، وتساعدك كتير جدا. في اخر حاجه بقى واهم فيديو يعني في اخر حاجه خالص اللي هو الجوبس بقى والوظائف اللي الاي اي هيعمل فيها الوظائف في المستقبل، هو عمل احصائيه قال لك ان عام 2030 هيبقى فيه حوالي من 400 ل 800 وظيفه الاي اي هيلغيها، ما عادش هيبقى موجود الوظائف ديت مليون، يعني من 400 ل 800 مليون، تخيل الرقم. وبعد كده بس قال لك في نفس الوقت برضك من حوالي من 450 ل 900 مليون وظيفه الاي اي هيخلقها، هيبقى في وظائف جديده بسبب الاي اي. فهو يعني في واحد اللي هو
يعني خبير اشعه، اشعه الصدر والناس اللي هم بتعمل اشعه الصدر والكلام ده كله. فهو قال لك ايه، عارف ان الاي اي هيجي في يوم وياخد الوظيفه بتاعته. فهو سال اندرو انج قال له اسيب الوظيفه ولا اكمل ولا اعمل ايه، ويعني واخد ولا الموضوع من بدري وابدا ادرس في الاي اي. قال لك لا، هو نصحه ان هو يكمل في بتاعه في التخصص بتاعه زي ما هو، بس ان جنب في نفس الوقت ان هو يقرا عن الاي اي ويتعلم عنه، بحيث يبقى عنده خبره فيه، بحيث لما يجي الوقت ان الاي اي ياخد الوظيفه بتاعته يبقى هو فاهم في الاي اي وفاهم برضك في التخصص والمجال بتاعه، وبالتالي يبقى سابق الناس اللي هم معاه في المجال. بس فهو يعني ايه، كورس جميل جدا وقصير ما فيهوش حاجه، وكمان له ترجمه عربي، وكورس يعني ايه للمبتدئين خالص، يعني ما بيتكلمش في الرياضه ولا في معادلات ولا في اي حاجه، كل اللي بيتكلم عنه بطريقه بسيطه بحاول اوصل لك المعلومه، بحيث لو انت مثلا لسه مبتدئ في المجال ومش عارف اي حاجه، او لو انت مثلا رئيس شركه او رئيس ستارت اب او اي حاجه وعايز تاخد فكره عن المجال وتاخد فكره عن اي اي وايه الباز المعمول حوالين ده، فانت ممكن برضه تاخد الكورس ده. هو كورس جميل جدا وانصحك بيه. بس فهو ده الفيديو بتاع النهارده. يا ريت لو لسه ما شاركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشير مع اصحابك، ويلا سلام عليكم.